قال تعالى: وأذنت لربها وحقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شيخ تبدو تيانكو بوزي زي تبدو آياتي سوكان يوكو بيدي atuuliriza ekibuuzo ekisooka kiina aya bbiri zonna zifaanagana esooka n'eyokubiri mbadde njagala aya esooka gy'osomye n'eyokubiri ebadde ntufu naye mbadde njagala esooka so sikutemyeko sikunyonyodde bunyonyozi okitegedde tandikako aya egamba ya ayuha al insan innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء
ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عند ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إن الذين فتنوا المؤمنين دا يوغلو اسك آية يوغلو إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود حسبك بارك الله فيك يا شيخ يزيد زادك الله علما وفهما بإذن الله